950 البنات كيبداو هادو حتى ل 1700، من 1350 حتى ل 1700 البنات. مازال اختي حكمه جبت كسرت لها بلديه. ها انتم البنات من 1350 حتى ل 1700 البنات، ها انتم حاولوا ديروا لي السكرين، حاولوا ديروا السكرين ومرحبا. هادو تقريبا تما اختي بشرى تما تقريبا بالغرام، ما كيمشيوش غاليين بزاف، تما تقريبا بالغرام زايدين شويه على 7600، ولكن تقريبا كيمشيو بالغرام تقريبا. تما راه كنشوفك ما مبلوكياش. ها هما البنات اللي بغاتهم دير لهم سكرين ومرحبا. ندوز لكم لحاجه اخرى هاك حيت خواش مازيس اللي بغات كوليات خفيفين. ها هما 10000 درهم، ها هو 10000 درهم كولي خفيف غزيول ما شاء الله. ها هما غزيول وجبت حتى اخرى عاد كاين واحد اخر ديال القليبات، ها هو غزيول اختي. الا عجبك ديري لو سكرين وتواصلي معايا في الواتساب مرحبا. كيجي غزيول اختي هذا فنيون، هذا 10000 درهم فيه حجرات خضيدري رويال فنيونين على هذا الشكل. بارطاجيو معنا البنات عافاكم، بارطاجيو معنا هالكولي ديالو كيجي غزال ما شاء الله. حلقه طاحت عز عافاك. ها هو ها هو هيا ها الحلقات ديالو. هذا 10000 درهم كيجي على هذا الشكل 10000 درهم. ها هو اختي عجبك ديري لو سكرين. مرحبا اختي احلام احلامي، مرحبا بك على راس العين اختي مرحبا. ها هو البنات هذا 10000 درهم، 10000 درهم اللي هي مليون نيشان 1000 الاورو. اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا في الواتساب ومرحبا بالجميع. هاك اخويا عزيز وحيد هما الكورميطات اللي طلبات اللي طلب لي ولا اللي طلبات لي الكورميطات. ها هما ها الكورميطات، ديروا لهم سكرين وتواصلوا معايا في الواتساب. اللي بغات شي حاجه الف مرحبا. هما الكورميطات ديال العنق، عندي الايس وعندي السامبل. اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين وتواصل معايا في ها هو اختي صفاء. ها انت لقيتيني معاك. ها هما الرادكويات، ها انت اختي ديري سكرين اختي صفاء. ها هما عندي الايس وعندي السامبل. الجرامات ما كيهمش، شحال ما بغيتي من غرام عندي، شحال ما بغيتي من غرام عندي. كيبداو من 8 غرام 9 غرام 10 12 14 20 30 شحال ما بغيتي من غرام عندي. ما كيهمش، شوفي غير انت الغرامات اللي بغيتي مرحبا. خاصك تعاود التيراج وتعطي فرصه للناس اللي ماشي كثروا غير هي. واخا امريم غناخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار ضروري. السلام تبارك الله على خويا داك الشيء زوين. توفيق ادريسي الله يحفظك اخويا توفيق، شكرا جزيلا. هوب واش كاين شي برومو في المارياج؟ وي هوب كاين اختي بالغرام، ماشي غير البرومو، شي حاجه اكثر من البرومو يعني الخواتم بالغرام. ورينا شي حاجه الجاكوار اخويا. انا عاد دوزتو مع اختي الطاهري واني نعاود نوريك اختي فاطمه مرحبا. ما عنديش هنا لي جروب ولكن بارطاجيك في اليوتيوب. اه اختي بارطاجي في اليوتيوب ولا في لي جروب ولا في الفيسبوك فين ما بارطاجيتي. لا لا خطيك على لا بشرى الله يحفظك. ها هو الجاكوار، ندوزوك بالزربه اختي. ها هو عافاك حيت دوزتو ديجا. ها هو ها الكورميت ديال العنق، ها الخاتم ديالو كيجي غزال على هذا الشكل، وها الكورميت ليد. ها هو بارطاجيو معنا البنات عافاكم، بارطاجيو معنا. هذيك الرادكو رقيقه شحال فيها من غرام وشحال الثمن؟ هذيك الرقيقه فيها اختي 12 غرام اونص، 12 غرام اونص كطيح بشحال؟ كطيح 96000 ريال، 96000 ريال، 96000 ريال، 4800 درهم، 4800 درهم، 96000 ريال. مي حنا السلام، اهلا مي حنا، كي دايره بخير؟ لاباس عليك واشي مزيان؟ مرحبا بك. ما كاينش عندك هميزات؟ عندي اختي هميزه غورميت ليد، هي اللي عندي هميزه راه دوزتها حتى المره اللي فاتت، انا ندوزها لك. بالغرام عندي غورميطه بالغرام 7000 ريال الغرام. الجاكوار انا دوزتها البنات. مرحبا و ألف مرحبا هاك عزيز. حيد اخويا هادشي، حيد هذا ال حيد هذا. كاين هذا البنات كبير، كاين هذا تا هو 10000 درهم، هذا تا هو 10000 درهم. اللي بغات لي كولي خفاف، ها الكريميطا ديال القليبات كيجي غزال على هذا الشكل فنيونا البنات. ان شاء الله اختي بادية ان شاء الله. مرحبا عندي غورميت انت تصني لك كوموند رشيد ان شاء الله. هاد السيمانه توصلك اختي شاده، هاد السيمانه. السلام رشيد اللهم يسير ما شاء الله. شكرا لله يخطيك. تواش حتى اليوم كاين البار
البارطاج ديما كاين امي حنا ديما البارطاج غير بارطاجيو معنا البارطاج غير الربح اللي كيكون مره شرا خويا رشيد واعر هذا الشيء كي داير الله لا يخطيك اختي مالك الله لا يخطيك ليلى سوري خويا رشيد سونيت عليك بار ايرور ماشي مشكل اختي ليلى راني في اللايف هذاك الشيء علاش ما جاوبتكش اختي ليلى سمحي لي راه نكمل اللايف ونهضر مع اختي الف مرحبا ايناس بغيت خاتم الزواج يكون رقيق عندي خوات مزواج بالكرام خديجه تبارك الله شي زوين لاحظتك لالا خديجه شكرا جزيلا هذا البنات حتى هو ب 10000 درهم 10000 درهم ها هو ديال العنق ديالو كيجي غزال ما شاء الله كيجي فنيون جيب 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 نشوفو ها هو غزيول البنات ها هو غزيول 10000 درهم هو والغورميت ليد ديالو والحوالق ديالو اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا في الواتساب ومرحبا بالجميع والف مرحبا البنات ندوز لكم شويه المارياج عاود ندوز لكم شويه المارياج مرحبا كاين هذا البنات 1450 درهم 1450 درهم 29000 ريال غير اللي ما بغاتش تجوج البنات الله يهديكم نودو تجوجوا عمر بالتوفيق الله يحفظك اسدي عمر حفظك الله ها انتما 29000 ريال غير اللي ما الشباب نودو تجوجوا الله يهديكم راه الخوات مرخصين سلسله رقيقه بالخميسه اختي خديجه سلسله بالخميسه انا شي سلسله بالخميسه والله ما نعرف واش عندي شي وحده المهم لا وقيلا ما عنديش بور لانستون مي دوزي عندي في الواتساب عندي في لا فيترين راهم جبدهم عزيز ندوزو لها شي وحده ماشي مشكل انا ام نبيل درنا 3 ديال الجرام الى درت 3 ديال الجرام صافي قول صافي ام نبيل الله يعطيك الصحه وصافي لا يخطيك عليا هذا 1450 درهم البنات ولا 1400 درهم غير اللي ما بغاتش تجوز مرحبا بكم والف مرحبا ديرهم سكرين ومرحبا ها هو كاين غير ب 1300 درهم خو 1300 درهم ها هو ناقص عليه في الجرامات 1300 درهم 26000 ريال اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا في الواتساب ومرحبا بالجميع البنات كاين هذا البنات غزيول حتى هو 1450 درهم 1450 درهم اللي هي 29000 ريال ومريم مرحبا اختي مرحبا اسيا علولي السلام كلشي غزال ما شاء الله يحفظك اختي اسيا شكرا جزيلا اللي يخطيك الله يحفظك ليا 1450 درهم 29000 ريال 145 الاورو اللي بغاتو دير له سكرين شوت معايا في الواتساب ومرحبا بالجميع كاين حتى هذا البنات 1450 درهم شوفوا غاتم غزال ديال الشبار اللي يخطيك اختي جهاد شكرا جزيلا سنسلة تخريشات ما عنديش بور لانستون ديسبونيبل الله يجازيكم بخير تواصلوا معايا في الواتساب لا سومين بروشين ولا تسناو اللايف ديال السيمانة الجاية يكون عندي سنسلة تخريشات 1450 درهم البنات 29000 ريال 145 اورو الصورة فلو بصح الصورة فلو ما كتشوفوش البنات هوب كتقول لي الصورة فلو واش كتشوفوا مزيان اللايف كيبان لكم مزيان البنات ردوا عليا عافاكم كاين هذا البنات 1550 درهم 1550 درهم اللي هي 31000 ريال 31000 ريال 1550 درهم اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا في الواتساب والف مرحبا بالجميع كاين هذا البنات غزيول هذا 1800 درهم 1800 درهم اللي هي 36000 ريال 180 اورو تقريبا اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا في الواتساب مرحبا شيماء اميره حلقات بنيات صغار عندي اختي شيماء حلقات كيهبلوا عفاكم عفاك يدوزي عندي الواتساب ونصور لختي سيامي اختي نوض اختي دبروا على الرجال الله يجازيكم بخير سرات عندي خويا عمر عندي سري ثلاثه خويا عندي غير الشانتيات ديالهم عندي فيهم اربعه عندي فيهم ثلاثه نوريهم لك اخويا عمر ربما يعجبك مرحبا سلمى اين مدينه كاينه سيدي اختي سهام حنا في مدينه مكناس مدينه مكناس برج مولاي عمر رقم الهاتف هو 066-67-95 ومرحبا بالجميع كنعاود نذكركم بالناس اللي داخلين معنا جداد معكم رشيد مجوهرات بسم الله اختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كاره كما كيبيعوا الذهبيه في المغرب كامل وكنديروا لا فيريزون لجميع المدن المغربيه وكنتعاملوا حتى بالكريدي اللي بغا يدفع شويه بشويه مرحبا والف مرحبا ما كاين حتى مشكل كنتو في مكناس او خارج مكناس ألف مرحبا رقم واتساب هو 066-67-95 ومرحبا بالجميع وألف مرحبا البنات قلت لكم هذا الثمن ديالو اللي هو 1800 درهم اللي هي 36000 ريال اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا في الواتساب ومرحبا بالجميع
ورشيد راني بلوكيام الصفحه ديالك حيت كنت واحد الكومونتير ودابا ما لقيتوش. وغير شوف لا اختي ما نبلوكيك لا حشومه دابا نشوف ما نقدرش نبلوكيك اختي الله يودي. اختي جهاد هادو اللي داير فيهم البرومو اللي عليه بالجرام الا زدنا فيه راه كتزيدي الثمن زياده راه على حسابك حيت هادو كنبيعهم انا براس مالهم غير داير دابا البرومو مع راس العام مع سميتو داير البرومو ما كاين غير قره باغينا كلشي يلبس ان شاء الله الذهب. السلام مدينه كاينه سيدي لالا سهام مدينه مكناس مدينه مكناس فابور غيزلان عطيه ليا فابور تستاهل يا اختي غيزلان مرحبا بك والف مرحبا. شي مشكل ديال التقاد تكون كان بلوك ما يطلعش لك اللايف اي داكشي اللي كان كنت كنتي مبلوكي اختي ما يطلعلكش اللايف كما قالت لالا سهام الله يحفظها. هذا البنات 1300 درهم 26000 ريال 130 الاورو 130 الاورو اللي بغاتو دير له سكرين وتسمع في الواتساب ومرحبا بالجميع. ندوز لكم شويه خويت بات عاديين عاود كاين هذا البنات غزيول في هذا لي تروك كيتحركوا هذا 170 الاورو 170 الاورو اللي هي 34000 ريال 1700 درهم 170 الاورو 170 الاورو 34000 ريال كاين هذا حتى هو 170 الاورو 34000 ريال غزيول على هذا الشكل البنات هادو كلهم 170 الاورو زيد عليهم ثلاثه تشميشه 170 الاورو هادو ثمن واحد بثلاثه بهم 170 الاورو 34000 ريال ان شاء الله اختي ليلى احمد علاش لا انا عندي الصوره فلو ما نعرف اختي هو بروبو ما يكون ما عندك الصوره عيانه حتى خالده كتقولها البنات قولوا لنا واش تنتم عندكم الصوره عيانه عافاكم. هادو البنات 1700 درهم 34000 ريال 170 الاورو بثلاثه بهم اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معايا في الواتساب والف مرحبا بكم البنات مرحبا بكم والف مرحبا الرسولين. كاين هادو البنات ثلاثة الخويتمات ثلاثة ب 1800 درهم 36000 ريال ثلاثة الخويتمات ب 1800 درهم اللي هي 36000 ريال الله يحفظك لالا جهاد. انا غندوز لك هميزة راني مازال عاقل هذاك كوربيت هميزة ندوز لكم جبت لك كوربيت هميزة باش ما ننساوش عزيز 1800 درهم هذا البنات 36000 ريال 180 الاورو اللي بغاتو دير له سكرين ومرحبا. سلام سيدي واش عندك فكرة واش الذهب ديال تونس والمغوك اللي زوين وشكرا اختي الذهب 18 بحال بحال شحال ديال اختي اصيل الرادكو 7600 الغرام وعندي واحد هميزة ديال اليد غير ب 7000 ريال انا ندوزو دابا الى عجبك مرحبا في 10 الغرام و70 هي ب 7000 ريال اللي سبقات تاخذو اللي سبقات تاخذو دبليج عصير الصابون لا ما عنديش اختي دبليج عصير الصابون. هذا 1800 درهم البنات اللي هي 36000 ريال 180 الاورو اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا في الواتساب مرحبا. كاين هذا 1600 درهم البنات هذا غير 1600 درهم اللي هي 32000 ريال شوفوا على خاتم غزي ولا البنات 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 160 الاورو اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا في الواتساب ومرحبا بالجميع والف مرحبا. ما فهمتش هاد الصوره علاش فلونه كتبان لي مزيان في التليفون ما فهمتش واش من الريزو ولا مناش والله ما فهمت البنات سمحوا لي الا كانت الصوره فلو سمحوا لي. كاين هذا البنات غزيول على هذا الشكل فنيون كبير وثقيل 1950 درهم البنات شوفوا الدور ديالو قداش تبارك الله ما شاء الله غزال 1950 درهم اللي هي 39000 ريال 195 الاورو تقريبا اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا في الواتساب ومرحبا بالجميع الف مرحبا. كاين هذا البنات تا هو غزيول ما شاء الله فيه جوج قليبات وقليبات في الوسط هما كله قليبات هذا القلب على القلب في الشوايه اللي بغاتو 1500 درهم 1500 درهم اللي هي 30000 ريال البنات 1500 درهم 30000 ريال 150 الاورو اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معايا في الواتساب ومرحبا بالجميع. كاين هذا البنات اللي الثمن ديالو 1350 درهم اللي هي 27000 ريال غزيول البنات شوفوا الدور ديالو كيدير ما شاء الله غزيول 1350 درهم 27000 ريال الدباج الورده